مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي أن تخصيصات الوزارة الخاصة بالمستلزمات الطبية لا تكفي لسد حاجات المحافظة. وأوضح الطائي أنه تم مفاتحة الأخيرة لإجراء مناقلة في أبواب الصرف، لكن الوزارة رفضت مطالبا الحكومة الاتحادية للتدخل وإيجاد حل عاجل لهذه المعضلة التي انعكست بصورة سلبية على الواقع الصحي. أخوان، بالنسبة للمستلزمات الطبية، يعني قبل كنا المبالغ التي تخصص، وأنا أؤكد وأعيدها لأخواني وأهالي محافظة نينوى، قبل مبالغ تخصص لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية من قبل وزارة المالية، يعني مثلا خصص مبلغ 1,000,000 دينار، هذا 1,000,000 دينار بإمكانك أنت تشتري بكل 1,000,000 دينار مستلزمات طبية أو تشتري أدوية، فأنت مخير. بعد ذلك قامت وزارة المالية بفصل باب الأدوية عن المستلزمات الطبية، يعني تخيلوا أنه المبالغ المخصصة للمستلزمات الطبية ما يكفي مستشفى واحد خلال سنة، وإحنا قمنا طبعا فصلتها، ما يحق لنا تشتري، ما يحق لك أنت، أنا هسه عندي فلوس على باب الأدوية أشتري، عندي فلوس، وكتبنا كتاب إلى وزارة المالية بمناقلة مبلغ 1,000,000,000 دينار من باب الأدوية للمستلزمات الطبية. المستلزمات الطبية أخواني اللي نقصدها هي يعني كانيولا سرنجة، ولهذا السبب مرات يعني أنت بالمستشفى لما تصرف علاج المريض مثلا حتى مستشفى السرطان، يعني راتشات تصل إلى ما يقارب 700,000 و800,000 دينار تصرف مجانيا للمرضى، بس لما تقول للمريض روح اشترينا سرنجة لأنه ما عدنا ما يكفينا، يعني اشتري سرنجة، فكأنما كل شيء ما سويت له، يرجع يقول لك المواطن والله هي العلاج كله نشتريه من برا. لهذا ما وافقت وزارة المالية على هذه المناقلة، وأنا من خلال قنواتكم وأدعو الحكومة المركزية إلى ضرورة يعني زيادة المبالغ المخصصة للمستلزمات الطبية. يعني المستلزمات الطبية احنا عدنا 4 أجهزة للقسطرة موجود حاليا في الموصل، وهي بحاجة إلى مستلزمات طبية لكي نقوم بإجراء العمليات الجراحية التشخيصية، القسطرة التشخيصية، يعني هذه من ضمنها. طبعا هذا الموضوع ليس في محافظة نينوى وإنما مشكلة في كل المحافظات العراقية.